برحب بحضراتكم من جديد. وصلنا الوقت لفقرة الصحافة اللي هنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا عبر الهاتف أستاذنا الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ مايكل، صباح الخير أستاذ مارينا، وصباح الخير على كل المصدر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. دايما منورنا يا أستاذ أيمن. ربنا يخليك، ده يعني دايما في رسالتكم الطيبة والوطنية والقناة المحترمة، ويشرفني ويشرف أي حد يتواجد مع حضرتك. ربنا يخليك. ناخد مع بعض الخبر الأول. والخبر بيقول سامح شكري غض بصر مجلس حقوق الإنسان عن تناول معاناة الفلسطينيين أمر مشين. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح المعقد في جنيف. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير شكري تناول في كلمته حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وما تعرض له المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات لحقوق الإنسان يوميا لما يقرب من 5 شهور متعاقبة، منددا بغض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وأنه بأمر مشين. خلينا نتكلم في البداية، 5 شهور من يوم 7 أكتوبر وشايفين الأمور كل شوية بتتفاقم. شفنا بعض الدول اللي ليها بعض التصريحات فقط نشجب وندين، وشفنا بعض الدول اللي تتكاتف، وشفنا طبعا الوساطة المصرية من أول يوم وانعقاد مؤتمر السلام في القاهرة، وشفنا أيضا برضو الوساطة المصرية القطرية الأمريكية السعودية في أن يكون موجود هدنة لمدة 6 أسابيع، وأنا بعتبر كمان أن الهدنة دي مجرد شكليات ولكن الصراع مازال دائم والقضية مستمرة. حضرتك شايف الخبر ده إزاي يا فندم؟ هو طبعا أستاذ مايكل بتتكلم على يعني مش تعنت، أنت بتتكلم على خطط أمريكية إسرائيلية أوروبية للتخلص من الشعب الفلسطيني. حضرتك بتتكلم على يعني كيف رأى العالم هشاشة هذا الجيش المحتل، هشاشة هذا الشعب المحتل المغتصب للأراضي العربية. حضرتك بتتكلم على مصالح بين الدول. الحقيقة بتتكلم على دور مصر، طبعا الدور المصري واضح وثابت ومدافعا ومتحديا كل التعنت الإسرائيلي الأمريكي. بعض الدول لها مصالح في أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هما صاحبة القرار في هذه الإبادة الجماعية. أنا بعتبر أستاذ مايكل لو بناخد تصريحات السيد سامح شكري، ليس هناك دلوقتي يعني أي مواطن يعني يقتنع بما يسمى حقوق إنسان أو يسمى بمجلس الأمن أو بالأمم المتحدة، لأن الحقيقة إحنا كلنا تابعنا وشاهدنا على السوشيال ميديا كيف تتعامل هذه الـ يعني نقول النرجسية في الشخصية الإسرائيلية. صحيح. والمعدات الأمريكية مع طفل فلسطيني أو امرأة فلسطينية. إحنا بنتكلم على الشهداء، وصلنا ل 30,000 شهيد، يعني أنا أعتقد يعني في حروب ما ماتش فيها هذا العدد. ولكن أنت بتتكلم على الضمير الإنساني، يعني هم عشان الناس بس تبقى عارفة أستاذ مايكل لماذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية وصاحب هدف منذ أن تولى الحكم في مصر 2014 بالحصول على أعلى الأسلحة وعلى تدريب القوات المسلحة المصرية وعلى حماية الجمهورية وعلى حماية الحدود من هذه الأطماع. احنا شوفنا 7 أكتوبر كان المقصود مصر، كان المقصود تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة إصرار الإسرائيليين على إجبار الفلسطينيين النزوح إلى سيناء. لا ننسى الأطماع، لا ننسى الانتصار في 73، لا ننسى أن لديهم أزمة وعقدة من الجيش المصري، لأن الجيش المصري الوحيد الذي استطاع أن ينتصر عليهم ويكسر قاعدة الجيش الذي لا يقهر. وبالتالي من يدافع عن القضية الفلسطينية الآن هتجد الدولة المصرية مع بعض الدول العربية مع بعض الدول المتعاطفة، ولكن مصر تتصدى بكل ما تملك من الأدوات الدبلوماسية ومن الأدوات السياسية، لأن الحقيقة ما يحدث في فلسطين ده أظهر وتسبب في يعني كشف القناع الرئيسي على هذه الدول التي لا تحترم الإنسانية. صحيح. التي لا تحترم حقوق الإنسان. التي لا تحترم المعاهدات والاتفاقات. لذا كان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا لن نسكت على مثل هذه الإبادة، لن نسكت على
فكرة أصلا المساس بالأمن القومي المصري، ومن الممكن أن نفكر مرة أخرى في إلغاء معاهدة السلام. صحيح. محاولات طبعا خبيثة، محاولات لفكرة التحكم في القرارات المصرية لبعض الدول، ولكن تظل مصر هي الصخرة التي لا تستطيع أيما كانت الدول أن تمس القضية الفلسطينية طالما مصر تدافع عنها. احنا بنشوف دايما المؤتمرات واللقاءات والزيارات المهمة لكبار الرؤساء والأمراء والوزراء مع مصر، ومصر تتحدث دائما أننا لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وده طبعا شيء مهم. ولكن خلينا نقول أستاذ مايكل، نحن أمام أزمة في العالم، وهي أزمة الضعيف، أزمة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أزمة محاولة توريط بعض الدول، أزمة كيف يمكن أن تكون الدولة المصرية الآن قوية وقادرة. عشان كده بنقول للشباب في الجامعات الدولة قوية، هم بيحاولوا يعملوا غزو ثقافي، بيحاولوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي، بيحاولوا يستخدموا التزييف، بيحاولوا يستخدموا الإعلام الرقمي البصري المزيف، وبالتالي لابد أن نكون على وعي أن المنطقة الآن ليس فيها دول كثيرة، هي فيها مصر، مصر التي تدافع عن نفسها وتدافع عن العالم وتحارب الإرهاب وتحدث تنمية، ولدينا من المشروعات، ولكن في كل هذه المشروعات بتجد بعض المأجورين الذين يشوهون المشروعات والاتفاقية. لذا علينا أن نقف إلى جوار الدولة وجوار الرئيس حتى نحمي أولا أمننا القومي ثم القضية الفلسطينية. صحيح. طب هناخد بعد كده الخبر اللي بعده من جريدة مصر اليوم. وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا. قال سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن سامح شكري وزير الخارجية التقى خلال زيارته إلى جنيف مع مبعوث الأمم، وكشف أبو زيد على أن شكري أعرب للمبعوث الأممي عن تقدير مصر لحرص بيدرسون وفريقه على التنسيق الدائم مع مصر بشأن مختلف تطورات الملف السوري، موضحا أن مصر تحرص من جانبها على التطور والتنسيق بشكل مستمر مع الدول الأعضاء وأعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، وذلك لتنفيذ المخرجات التي تم التوافق عليها في بياني عمان والقاهرة الهادفة إلى وضع الحلول جذرية للتعامل مع أبعاد الأزمة السورية كافة. في البداية أستاذ أيمن، عاوزين نتكلم عن العلاقات المصرية السورية وتعليقك على هذا الخبر. والله يا أستاذة مارينا، يعني أبلغ رد، هم اللي حاربوا معنا في 73، يعني دول سوريا، سوريا البعد يعني العسكري والاستراتيجي بتاعنا، سوريا واحدة من أهم الدول العربية اللي بتربطنا بها علاقات تاريخية، سوريا من الدول الحقيقة اللي كان عليها المخطط كبير جدا جدا جدا. والآن احنا بنقول دايما بصوا على الخريطة كده، فين سوريا؟ فين العراق؟ فين ليبيا؟ فين اليمن؟ فين بعض الدول الأخرى؟ عشان كده مصر الحقيقة، وحضرتك بتتكلمي على الخبر، تذكرت دايما فكرة الدور المصري ليس فقط الذي ينظر إلى مصالحها، ولكن شوفي كده دايما تحركات رغم التحديات الكبيرة والتهديدات التي تواجه الدولة المصرية، بنتكلم على تحديات في الجنوب والشمال والشرق والغرب، ولكن هو ده دور الدولة المصرية. دولة تسعى دائما إلى لم الشمل. صحيح. وتسعى دائما إلى يعني خلق حالة من التهدئة، خلق السلام في الوطن العربي كله والعالم كله. طبعا لأنك أنت دولة أولا داعية للسلام. إحنا لا ننسى دايما العظيم أنور السادات عندما يعني تحدث في البرلمان المصري أنه سيذهب إلى الكنيسة ذاته لحماية أبنائه من القتل، لأنه داعي سلام، وأن مصر دائما هي من تبدأ بالسلام. وبالتالي ده دور مصر دائما، أنت بتفكري دائما في مصالح الآخرين، بتروح السودان تحل مشاكل، بتيجي تتعاملي مع سوريا، ده دور للدبلوماسية المصرية وللدولة المصرية. أنت هدفك دائما السياسة الخارجية بتاعتنا لا تدخل في شؤون الداخلية، الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على قوات المسلحة للدول، عمل اتفاقيات للبناء وليس الهدم. ليس هناك في الدولة المصرية ما يدعو إلى النظر إلى مصالح الآخرين. في دول بتتآمر، في دول بتريد إفشال الدول، في دول بتستخدم الشباب الصغير وقود للنار، في ناس بتستخدم السوشيال ميديا لهدم القيم وهدم الرموز الوطنية. نحن بحاجة ماسة إلى معرفة السياسة الخارجية المصرية التي تساهم في حل النزاعات. يعني نتذكر يعني بالأمس كنت أتحدث مع العظيم الأستاذ محمد فايق، كان وزيرا للإرشاد القومي ومن 76 إلى 70، وكان مبعوثا للرئيس جمال عبد الناصر في إفريقيا، وكيف يتحدث هذا العظيم على دور مصر إبان جمال عبد الناصر في الحفاظ على الدول، وكيف يمكن أن يكون هناك في ثورات للتحرر الوطني. مصر دائما منذ آلاف السنين
هي تقف جنبا الى جنب الى كل من يحتاجها من الاشقاء والاصدقاء. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده بيقول: بيان عربي واسلامي مشترك يدعو لضروره الوقف الفوري والتام لاطلاق النار في غزه. عقد اعضاء اللجنه الوزاريه المكلفه من القمه العربيه الاسلاميه المشتركه الغير العاديه برئاسه الامير فيصل ابن فرحان ابن عبد الله وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه، وذلك في مقر الامم المتحده بجنيف السويسريه، اجتماعا مع الامين العام للامم المتحده، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، ووزير خارجية جمهورية أندونيسيا، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للتصعيد العسكري واتجاه المدنيين العزل، وبيدعو للوقف التام لإطلاق النار. خلينا أسأل حضرتك في هذا الخبر، يعني احنا بنشوف ازدواج في المعايير، وشفنا طبعا وجود قمة عربية إسلامية للدعوة للوقف التام لإطلاق النار، مش لمجرد هدنة أو وجود ممر إنساني لدخول المساعدات أو حل الدولتين، ولكن احنا بنشوف ازدواج المعايير. هنا بنلاقي بعض التصريحات من أمريكا، أمريكا بتقول تشجب وتدين وفي نفس الوقت بتقدم المساعدات العسكرية. بنشوف برضو بعض التصريحات إن إسرائيل في هدنة ولكن تدعو لبناء مستوطنات جديدة في غزة. حضرتك شايف الخبر ده إزاي؟ هو نوع من انواع الضغط استاذ مايكل، يعني كل البيانات والادانات والشجب والادانه هو نوع من الضغط السياسي، ولكن خلينا نتكلم على ما لديه القدره على التاثير وعلى لديه القدره على التفاوض على يعني في مثل هذه التحديات الكبيره. احنا ما يهمنا الان هو ان تضغط هذه المؤسسات والمنظمات، هنقول النوايا صادقه من هذه الدول، ولكن كيف يمكن ان يؤثر هذا القرار على الحفاظ على روح انسان؟ المناظر صعبة جدا. أنا الحقيقة أصبحت في مرحلة لا أستطيع أن أشاهد طفل يقتل أو سيدة تقتل أو ضرب نازحين على الحدود، يعني الواحد خلاص يعني كإنسان يعني لا أتحمل أبدا أن أكون يعني أشاهد هذه المشاهد. فأنا الحقيقة ببقى مستغرب جدا من بعض الدول الكبرى التي تستطيع التأثير على إسرائيل والولايات المتحدة. هناك دول لديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، لابد أن ينتهجوا نهج الدولة المصرية في الضغط على إسرائيل للحفاظ على ما تبقى. أنت بتتكلم على يعني دول تدعم بالسلاح والمال واللوجستيات والعزل يعني يدفعون الثمن. فإحنا الحقيقة يعني بندعو من خلال حضرتك والبرنامج، بندعو الدول الكبرى والدول المؤثرة والدول صاحبة القرارات والدول صاحبة المصالح أن تضغط على أمريكا وإسرائيل وعلى بعض الدول التي تدعم إسرائيل زي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. لابد أن يكون هناك وقفة إحنا بنتكلم 5 شهور، بنتكلم فوق 30,000 شهيد، بنتكلم فوق 50,000 مصاب، يعني إحنا بنتكلم على مجزرة بشرية في القرن أهو. إحنا بنتكلم في 2024 وإحنا نرى مجازر على العلن، مجازر الحقيقة يعني يدفع ثمنها الأبرياء. وبالتالي إحنا بنتكلم دلوقتي على التكاتف السياسي، بنتكلم على الدول التي يعني الحقيقة مش موجودة أصلا في هذه القضية. احنا بنتكلم على الدولة المصرية وازاي استطاعت انها تؤثر ويبقى هناك هدنة ومشاورات والأمم المتحدة وبعثات، واحنا شفنا كلمة مصر من كام يوم. احنا محتاجين يبقى دور فاعل، اللي علينا ان احنا ندعم ونساند ونشجع ودائما نحث المجتمع الدولي على وقف هذه المجازر، لان في الاخر يعني احنا يعني تقريبا احنا الدولة الوحيدة اللي على مدار الساعة دائما نتابع ونصدر بيانات ونذهب إلى الدول ونستقبل الزعماء والرؤساء. وبالتالي نحن أستاذ مايكل يعني لا نتخلى عن الدور الوطني تجاه فلسطين. مصر طول عمرها احنا دفعنا 120 ألف شهيد منذ أن بدأت هذه القضية في 48. احنا بنتكلم على دور الحقيقة إنساني، دائما أنت بتدعم وتساند، ولكن مصر لوحدها لا تستطيع أن توقف هذه الحرب. صحيح. إحنا بنستطيع نتكلم مع الدولة المصرية ومع الإسرائيل المصري، لأن الحقيقة إسرائيل دلوقتي تركت القضية الفلسطينية واتهامات يعني أحاديث مكذوبة عن الدولة المصرية، وأن الدولة المصرية تمنع دخول الفلسطينيين وتمدهم بالسلاح، وأنت شفت الأكاذيب التي يعني يقولها عدد من الوزراء الحقيقة الفاشلين داخل هذه الحكومة التي يجب أن يعني تحاكم، ومنها وزير المالية الذي يتهم مصر بعدد من الاتهامات. دول ناس فاشلة وناس لا تستطيع مواجهة الدولة المصرية، هم عارفين من هو الشعب المصري والجيش المصري،
وبالتالي احنا نحتاج التكاتف مع الدولة المصرية ويستمعوا إلى رؤية مصر المليئة بالخبرة والحنكة في التعامل مع هذا الموقف الصعب. صحيح. مع الأشقاء في فلسطين. خلينا ناخد الخبر اللي بعده وفي نفس السياق من جريدة الوطن. الخارجية الفلسطينية تقول تزايد أعداد الشهداء يكذب ادعاءات إسرائيل بحماية المدنيين. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم يعد عنصر الغائب عن خطط الرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفائه المتطرفين. وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان أن نتنياهو يواصل حملاته التضليلية من أجل امتصاص الضغوط الدولية والأمريكية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية ولكسب المزيد من الوقت لاستكمال الحرب والإبادة والتهجير وتدمير كامل لقطاع غزة. يعني إحنا بنشوف أستاذ أيمن في ظل تعنت إسرائيل وادعاءاتها بحماية المدنيين وفي نفس التوقيت بنشوف تصريحات نتنياهو عن إن هو لن يخرج من قطاع غزة قبل إنه يقتحم رفح الفلسطينية. حضرتك بتشوف ده إزاي؟ إن شاء الله أنا هشوف نتنياهو والمجموعة بتاعته في القفص قريب وهم بيتحاكموا محاكمات عادلة وعاجلة لأنه إنسان كاذب الحقيقة ويعني إنسان يعني الحقيقة يعني لا يتحدث إلا كذب ولا يتنفس إلا كذب. طبعا شهداء وطبعا مصابين وطبعا تدمير للبنى التحتية. يعني أنا لا أصدق أي رواية إسرائيلية، هم بطبعهم كاذبون ومخادعون ولا يتحدثون صدق أبدا. وبالتالي إحنا بنتكلم على يعني شوف استهدافات حضرتك، يعني كم صحفي مات، إحنا بنتكلم فوق 28-30 صحفي تم قتل. ليه الصحفيين بقى والإعلاميين؟ لأن دول هم المرآة اللي كانت بتنقل إلى العالم ما يحدث على الأراضي. ما يحدث أيضا بالضبط، وبالتالي هم كاذبون. احنا بنتكلم دلوقتي على يعني حتى تعاملوا مع المؤسسات الدولية زي أونروا وبعض المؤسسات التي كانت تساعد وتدعم وتعالج. هم مش عايزين كده، هم عايزين يقضوا على الفلسطينيين، هم عايزين يقضوا على المدنيين. صحيح. عندهم مخطط. وبعدين لا ننسى بقى سياسيا هم امام الرأي العام الإسرائيلي فشلوا. فشلوا اولا في حماية الامن الإسرائيلي، فشلوا في حماية الحدود، فشلوا في النقطة الاهم في عودة المختطفين، ودي نقطة مهمة جدا. يعني برغم الغطرسة والآلة والإعلام والإمكانيات الإسرائيلية لا يستطيعوا عودة فرد واحد من إسرائيل من حماس. صحيح. وبالتالي ده هو وصل لمرحلة من عدم الاستقرار السياسي، وصل لمرحلة من لا أحد يصدقه لا داخل إسرائيل ولا خارج إسرائيل. وبالتالي هو هناك في تذبذب في التصريحات. أنا أعتقد من خلال الدور اللي بتعمله وزارة الخارجية الفلسطينية وبعض وسائل الإعلام ستنكشف الحقيقة الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، لأن أنا لا أثق في أي كلمة تقولها الحكومة الإسرائيلية. احنا بنشوف يعني المظاهرات في العالم كله يعتبر دلوقتي حتى داخل إسرائيل دلوقتي. طبعا يعني انت دلوقتي بتتكلمي الناس خلاص وصلت لمرحلة ان هم يعني انا زي ما قلت لحضرتك يا اما محاكمة هذه الحكومة الفاشلة يا اما اسقاطها ان شاء الله في القريب العاجل، لان الحقيقه هي اضرت كثيرا حتى بدولتهم دوله الاحتلال الاسرائيلي. طبعا نتمنى الامور تكون في افضل حال ويكون طبعا في تدخل سريع على الاقل. يعني الناس اللي بتموت كل يوم دي وصلنا لرقم كبير، وصلنا تقريبا ل 30 الف قتيل معظمهم من الاطفال والنساء. وطبعا في عمليه يعني الاباده الجماعيه لم يسلم احد، حتى الشجر حتى المباني كل شيء. وطبعا وصلنا كمان لعدد الجرحى، تخطينا 70 ألف جريح. يعني الأمور مأساوية، نتمنى أن الأمور تكون في أفضل حال. بنشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. أعزائي المشاهدين، كده خلصت فقرة الصحافة. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهتكون الفقرة دي مع زميلتي مارينا. هنتكلم عن حاجة، العالم دلوقتي كله في مركب واحد. بدأنا نشوف الفترة الأخيرة نتحدث عن تغيرات المناخ، وشفنا حال الدنيا كلها بيتغير، وشفنا بعض الإجراءات وبعض الأمور الصعبة وبعض الدول اللي كانت سبب في استخدام الوقود الأحفوري وإن يكون فيه انبعاثات، وشفنا بعض المشاكل، وشفنا بعض الدول المتضررة. عشان نتكلم في الموضوع ده بالاستفاضة، وده ممكن يعمل أزمة ما بين الدول، ده هيكون موضوعنا في الفقرة اللي جاية مع زميلتي مارينا. وهيكون ضيفها في الاستوديو دكتور مصطفى السيد الشربيني، مدير مبادرة البصمة الكربونية والاستدامة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ليكسو، واستشاري المناخ والاستدامة بالأمم المتحدة. نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم.